فيلمنا بيبدأ مع كوني لاعبة أولمبياد سابقة، لكنها قررت تتجوز وتستقر في البيت، وبتكون هوايتها المفضلة هي جمع الكوبونات المجانية، وبتروح تشتري بيهم كل اللي هي عايزاه ببلاش أو بخصم كبير. وبيبقى جوزها ريك متضايق من هوايتها واللي ما بيعتبرهاش شغل حقيقي، وبيبقى بيشتغل في مصلحة الضرايب وهو اللي بيصرف على البيت. وبتبقى كوني مالية الأوضة بالحاجات المجانية اللي بتشتريها واللي ممكن ما تبقاش بتستفيد بيها، فبيسألها جوزها على الفايدة من كل المنتجات دي، فبتقول له إن سعر الأسهم بتاعتها هيزيد بعد شوية، ولكنه ما بيقتنعش فبيسيبها وبيمشي. وبيبقى كوني نفسها تخلف طفل، وبتفضل تحاول بكل الطرق وبتصرف فلوس كتير جدا على عمليات واطفال الانابيب، واخيرا بتنجح وبتحمل في طفل، لكنها بتفقده بعد فتره قصيره ونفسيتها بتتدمر، وبتبقى علاقتها مع ريك وحشه بسبب الخلفه، وكان في بينهم حاجز نفسي، فبيقرر ريك انه يسافر تبع شغله مده اطول عشان ما يفضلش في البيت كتير. وبتلاحظ كوني ده، فبتحاول تشغل وقتها باكبر قدر ممكن مع صاحبتها جوجو، واللي بتبقى يوتيوبر مش مشهوره قوي، وبتبقى بتتكلم عن ازاي توفر فلوسك من خلال كوبونات الخصم، وبتبقى هي وكوني صحاب جدا وبيشاركوا بعض هواية جمع الكوبونات. وبيبقى في ست بتيجي لكوني كل فترة تديها مجلات فيها كل انواع الكوبونات اللي بتقصها كوني مع جوجو من المجلة، وبيستغلوها في شراء كل حاجة وما عايزينها ببلاش. وبتبقى كوني فقدت الامل في الخلفة، فبتقرر تحول قط الاطفال اللي عندها المخزن للمنتجات اللي هي بتشتريها، وبتروح كوني للماركت وهناك بتشتري حاجات كتير جدا واللي بتوصل قيمتها $200، لكن بسبب الخصومات اللي معاها بيوصل المبلغ ل16 بس. وبيبقى الكاشير متضايق جدا وهو شايف عدد كبير من الكوبونات قدامه ومستغرب ازاي قدرت تجمع كلهم. وفي يوم بترجع كوني لقط المخزن بتاعتها، وفجأة بتفتكر انها مش قادرة تخلف، فبتقرر تاكل من الكورن فليكس اللي قدامها واللي بيكون مخصص لابطال الاولمبياد، لكنها بتلاقي طعمه بايظ ووحش جدا، فبتتعصب وبتقرر تكتب ميل للشركة المصنعة، وبتقول لهم انها لاعبة اولمبياد ومش عارفة لما تاكل الحبوب البايظة دي هيحصل فيها ايه. وبعدها بكام يوم بيجي لها رسالة من الشركة اللي فيها كوبون مجاني للكورن فليكس، وبيعتذروا لها عن اللي حصل، فبتفرح كوني جدا وبتروح الماركت تشتري بالكوبون اللي جالها، وبتبقى مبسوطة وفخورة باللي عملته جدا. فبيقول لها الكاشير انها ما تفكرش نفسها مميزه قوي، لان اي شكوى من اي عميل الشركه المصنعه تبعت له كوبون مجاني عشان ترضيه، ده الطبيعي يعني. فبتيجي لكوني فكره عبقريه، وبتقرر تقرا مكونات كل منتج عندها وتخترع اي ضرر وتكتب عنه للشركه المصنعه عشان يبعتوا لها كوبون مجاني، وبتنجح تجيب كوبونات مجانيه كتير جدا، وبتنبهر جوجو بكميه الكوبونات اللي مع كوني، وبتعرض عليها تشتري واحد منهم، فبتقول لها كوني انها ممكن تشتري اي كوبون بنص الثمن، وبتوافق جوجو لان بيكون في منتجات غاليه جدا. وبتيجي لكوني فكره ثانيه، وبتقول له جوجو انهم ممكن يبيعوا كوبونات مجانيه للناس بنص الثمن، وبكده هيبقى معاهم فلوس كتير جدا. فبتقول لها جوجو ازاي هيوفروا مصدر دايم للكوبونات، لانهم مش كل مره هينفع يكتبوا شكوى. فبتقول لها كوني ان عندها فكره، وبتخليها تتفرج على فيديو للشركه المصنعه للكوبونات نفسها، واللي بتبقى شغلتها انها تطبع الكوبونات لكل المنتجات في امريكا، وبيبقى مقر الشركه في المكسيك. فبتسالها جوجو لو هم هيروحوا يقتحموا الشركه ويسرقوها، فبتقول لها كوني ان عندها فكره لكن هيسافروا للمكسيك الاول. وفي الطريق بتبقى جوجو مش مقتنعه بالشغل، وبتقول لها انه نصب وسرقه وعمل غير شرعي ممكن يتحبسوا بسببه. فبتقول لها كوني انها ما تبصش للموضوع كده، وتبص لنص الكوبايه المليان، وده لانهم ممكن يبقوا مليونيرات. وبتبقى خطه كوني انها تتفق مع واحد من اللي بيشتغلوا في الشركه وتخليه شريك معاهم مقابل انه يسرق لهم الكوبونات. وبيوصلوا لمصنع وبيقفوا بعيد عشان يحددوا الشخص اللي هيختاروه، وبيلاقوا واحد واقف مستني مراته، وبيعرفوا ان هما الاثنين شغالين في نفس المكان، فبيفضلوا ماشيين وراهم بالعربيه. وبسبب انتشار العصابات في المكسيك بيخاف الراجل وبيقول لمراته تهرب، وبيرفع المسدس بتاعه على كوني وجوجو، لكنهم بيخلوه يهدى وبيفهموه اللي هما عايزينه. فبيركب الشخص معاهم اللي بيكون اسمه خوسيه، وبيمشوا ورا مراته اللي بترفع عليهم طوب عشان تضربهم، بس بتلاقي جوزها فبتركب معاهم. وفي البيت بتعرض كوني على خوسيه ومراته فكرتها، وبتوافق مرات خوسيه اللي بتبقى حامل، وبيبقى خوسيه مش مقتنع وخايف. فبتساله كوني عن المرتب اللي بيقبضه من الشركه، فبيقول لها انه بياخد $2 في الساعه، واللي بيبقى مبلغ قليل جدا. وبتتصدم كوني وجوجو وبيقولوا له ان الشركه دي تستاهل انه يسرقهم، وبتحاول مراته تقنعه وبتقول انه لازم يجيب فلوس اكتر عشان مستقبل ابنهم. فبيقتنع خوسيه وبيقول لهم خطته، وهو انه ياخد كل الكوبونات الاضافيه اللي المفروض الشركه بتتخلص منها ويبعتها لهم على امريكا، وبيقول لهم ان محدش هيشك فيهم على الحدود لانهم بيركزوا على السلاح بس. وبيتفقوا كلهم على مواعيد التسليم والنسبه بتاعت خوسيه وبيمشوا. وفي سوق من اسواق امريكا بيبقى في ست عجوزه بتشتري منتج بكوبون مجاني، وفجاه بيجي كين واللي بيبقى مسؤول عن كشف تزوير وسرقه الكوبونات، وبيبص في كوبون الست وبيلاقيه مزور، وده لانه بيكون يوم 31 من شهر فبراير، واللي ما بيكونش 31 يوم اصلا. وبيفضل الكاشير والست يتحايلوا عليه عشان يعمل لها استثناء، لكنه ما بيوافقش وبيقول لهم ان الشغل شغل وبيمشي. وفي طيارته بتستأذن منه الست اللي قاعده جنبه واللي بتبقى معاه بنته صغيره، وبتقول لها ان بنتها بتهدى لما بتقعد جنب الشباك، وبتساله لو ممكن تبدل معاه، فبيقول لها كده انه مش موافق وده عشان يعلم بنتها درس، وهو ان الحياه مش بتدي كل حاجه بسهوله. فبتستغرب الام جدا من قله ذوقه وبتسكت. وبيرجع كين البيت اللي بيكون عايش فيه وحيد ومفيش حد بيحبه، وبيصرخ بقى على صوته عشان يخرج الطاقه السلبيه اللي جواه، وبيتفرج على التلفزيون. وفي بيت جوجو بتبقى عملت موقع لشراء كوبونات الخصم، وبتبقى بتعلن عنه في القناه بتاعتها، وبتعرض للناس منتجات كتير اشتريتها بسبب
بتجرب موقع الكوبونات واللي يقدروا يشتروا من الموقع اي كوبون بنص الثمن، وبتوصل ارباح الموقع لمبلغ كبير جدا في فتره قصيره، وده اللي بيخلي الموقع يتجمد لحد ما يتم اثبات ان العمل شرعي. وبتزعل كوني وجوجو جدا وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه، وتفتكر كوني ان في بنت قدرت تسرق هويه جوجو وتاخد كل فلوسها من حسابها في البنك، ودي لانها بتبقى هاكر شاطره جدا. وبتقول كوني لجوجو انهم ممكن يطلبوا مساعدتها، وبتوافق جوجو اللي ما بيكونش قدامها حل تاني، وبيروح للهاكر واللي اسمها تينا وبتاخدهم لمخبأها السري، وده لانها بتشتغل في الديب ويب، وبتقول لهم انها هترجع لهم الموقع بتاعهم بس بتقول لهم تعليمات كتير، وهو انهم لازم ما يشتغلوش من البيت، وبتقول لهم ياجروا مكان بعيد عن البيت، وبتقول لهم كمان انها هتعمل لهم اكونتات بشخصيات وهميه عشان محدش يقبض عليهم، وهتبين ان في اكتر من شخص بيشتغل معاهم عشان محدش يشك فيهم، لكن في المقابل هتاخد 10% من ارباحهم. وبتضطر كوني وجوجو انهم يوافقوا عشان ما يتسجنوش. وفي مكتب كين بيلاقي كميه رسائل كتير جدا من كل الشركات اللي اتسرق منها كوبونات، واللي بيبقوا خسرانين ارقام كتير جدا، وبيبعتوا له كل الكوبونات اللي عندهم، وبيفضل كين سهران عليهم طول الليل وما بيلاقيش ولا واحد مزور، وما بيكونش عارف يوصل لحاجه، لحد ما بيقدر يوصل لفاتوره واحده كان معاها كوبون منهم، وبيروح لها البيت وبيسالها عن المكان اللي جابت منه الكوبون، وبتقوله على موقع جوجو، لكنها بتبقى متعصبه لانها عايزه تفضل تشتري لبن ابنها الصغير واللي بيبقى غالي جدا عليها، وما بيكونش عندها مشكله حتى لو الكوبون مسروق. فبيحاول كين يتتبع صاحب الموقع اللي الست قالت له عليه، وبيقرر انه يبلغ الاف بي اي، لكنهم ما بياخدوش القضيه بجد. واول ما كين بيمشي بيفضلوا يتريقوا عليه وبيقولوا انهم بيشتغلوا في قواضي سلاح وارهاب، مش هيركزوا في قضيه كوبونات مجانيه، وبيقرروا يحولوا القضيه للمبنى العام اللي بيتولى القضيه الصغيره. وبيفضل كين يتصل بيهم وبيفكرهم بقضيه الكوبونات، لحد ما بتوصل القضيه لمكتب موظف صغير، واللي بيتصل اخيرا بكين، وبيقول الموظف انه حاول يخترق الموقع بتاعهم لكنه متحصن بشكل قوي ومحدش يقدر يخترقه. فبيتعصب كين وبيقول انه بكده هو مش هيساعده وانه محتاج محقق ينزل معاه. فبيقول الموظف انه شغله اداري وما عندوش اي خبره في العمل الميداني. فبيفضل كين يتكلم وهو متعصب لحد ما بيجيب سيره البريد، فبيساله الموظف لو الكوبونات بتتباعد بالبريد، واول ما بيعرف انها بتتباعد فعلا بالبريد بيقول لكين انه هيبعت له محقق. وبيفرح كين وبيكون مستني المحقق وهو متحمس جدا. وفي بيت كوني بتبقى هي وجوجو بيفتكروا كلام تينا واللي قالت لهم انهم لما ياخدوا فلوسهم لازم يعملوا غسيل اموال عشان محدش يكشفهم، وبيحاولوا يكلموا تينا عشان يعرفوا ازاي يعملوا غسيل اموال، لكن تينا ما بتردش عليهم. فبتفتكر كوني كلام ريكو اللي بيشتغل في مصلحه الضرايب وعنده خبره في الكشف عن غسيل الاموال، وبتفتكر انه حكى لها قصه شخص بعت فلوس الجزيره بعيده واشترى بيها حاجات، فبتجيلهم فكره انهم يشتروا حاجات كتير ويبيعوها وبكده تبقى فلوسهم نظيفه، وبيفضلوا يفكروا في الحاجات اللي ممكن يشتروها بمبلغ 50 مليون دولار. فبتتصل كوني على جوزها واللي بيبقى اصلا في اجتماع وبتساله لو معاه فلوس كتير ايه اول حاجه هيشتريها، فقال لها كده عربيه لامبورجيني. فبتشتري كوني وجوجو 6 عربيات لامبورجيني وطياره خاصه وبيسافروا بيها وبيستمتعوا بوقتهم، بس بيبقى لسه باقي معاهم فلوس كتير جدا. فبتلاقي كوني مكان بيعمل عرض للاسلحه، فبتقول له جوجو انهم ممكن يشتروا باقي فلوسهم اسلحه واللي بتكون مرخصه، وبتكون جوجو معترضه لكن في الاخر بتوافق. وبتشتري كوني كميه كبيره جدا من الاسلحه وبيفكروا مع بعض ازاي ممكن يبيعوها. وفي مكتب كين بيوصل سايمون واللي بيبقى مفتش بريد، وبيتريق كين عليه وبيساله عن معنى شغل مفتش البريد، وبيقول انه عايز حد من الاف بي اي. فبيفهموا سايمون ان القضيه اللي معاه تخصص شرطه البريد وانهم هيتولوا القضيه من هنا، وبيضايق كين جدا وبيقول انه كان نفسه من زمان يمسك قضيه مهمه ويشتغل شغل احسن، وبيطلب منه يبقى شريكه، بس سايمون بيرفض وبيقول انه ما عندوش خبره ومش هيفيده بحاجه. فبيفضل كين يتكلم عن خبرته الطويله في مجال الكوبونات، فبيساله سايمون لو جرب يشتري كوبون من الموقع اللي بيقول عليه، فبيتحرك كين وما بيعرفش يرد. فبيقول سايمون انه يجرب يشتري ويقول له على اللي بيحصل بالظبط في كل خطوه لحد ما الكوبون يوصل له، بس بيقول له ان ده مش معناه انهم شركاء. وفعلا بيجيب كين كل المعلومات وبيقابل سايمون وبيفضل يتحايل عليه عشان يبقى شريكه، فبيصعب على سايمون وبيوافق يخليه يساعده. وبيبقى كين جاب الجواب اللي فيه الكوبون لسايمون وبيقول له ان العنوان جاي من ولايه نيو جيرسي، وده لان الطابع البريدي من هناك. فبيقول له سايمون ان الرمز البريدي اللي على الطابع غير الرمز البريدي اللي على الباركود الخاص بالجوابات اللي بتيجي اونلاين واللي بيبقى الكود بتاعها من ولايه فينيكس. فبيفهموا ان صاحب الموقع عامل خطه عشان محدش يكتشف مكانه، وبيسافر سايمون وكيل لفينيكس، وهناك بيدوروا في كل الاسواق الكبيره وبيسالوا كل كاشير لو في شخص بيجي بكميه كبيره من الكوبونات دايما، وبيبقى كل واحد فيهم بيحكي قصه حياته وبياخدوا وقت طويل جدا. وبيتعصب كين جدا على عكس سايمون اللي بيكون هادي، واخيرا بيوصلوا لعامل كاشير بيحكي لهم عن ست شقره في الثلاثينات واللي دايما بيكون معاه كوبونات، وبتقول جمله شهيره وبتبقى نفس الجمله اللي بتقولها هي نفس شعار الموقع اللي بيدوروا على صاحبه، واللي بتكون وفر القروش وهتحصل على دولارات اكتر. فبيعرفوا ان هي اللي بيدوروا عليها، وبيثبت كين كفاءته قدام سايمون وبيخليه يثق فيه. وبيدوروا في حدود المكان اللي حوالين الماركت، وبيجمعوا كل موظفين البريد وبيسالوهم لو بيشكوا في حد معين بيبعت جوابات كتير. فبيبقى واحد من الموظفين اسمه بيرد معجب اصلا بجوجو ومتابع كل فيديوهاتها وبيكون عارف انها دايما بتكلم عن الكوبونات، وبيستجوب سايمون وكين بيرد عشان يعرفوا اكتر عن جوجو، لكن بيرد بينكر انه يعرف اي حد اسمه جوجو وما بيرضاش يقول اي حاجه. فبيخليه سايمون يمشي وبيهدي كين اللي بيكون متعصب جدا وبيقول انهم هيراقبوه. وفي تاني يوم بيرد
بيروح لبيت جوجو عشان يحذرها لكنه ما بيلاقيهاش في البيت، فبيقرر يسيب لها رساله مع باقي الرسائل وبيوصي مامتها انها تسلمها لها وبيمشي. وبيفضل سايمون وكين واقفين بالعربيه قدام بيت جوجو عشان يراقبوها. وفي بيت كوني اللي بتبقى قاعده مع جوجو بيخططوا وهيبيعوا الحاجات اللي عندهم ازاي، وبتتصل تينا بيهم رقم غريب عشان محدش يحدد موقعها، وبتقول لهم انها مستنيهم بره، وبتفضل تأنبهم طول الطريق انهم اشتروا كل الحاجات دي وان ده هيلفت الانتباه ليهم، وبتقول لهم ان هم فلوسهم اصلا كانت نظيفه لان جوجو بتشتغل في مجال مستحضرات التجميل وده الغطا بالنسبه لهم، وبيبقوا اشتروا حاجات كتير على الفاضي. فبتقول لهم تينا انهم لازم يتصرفوا بسرعه ويبيعوا كل حاجه، وبعدها بيودي الفلوس البنك على دفعات صغيره لحد ما يوزعوا كلها، ومن خلال بطاقات الهويه المزيفه اللي عملتها لهم هيوزعوا فلوسهم على اكتر من حساب. وبترجع كوني وجوجو البيت وبيفكروا ازاي يتخلصوا من الاسلحه الاول، وبيروحوا مع بعض البنزينه قريبه من الصحراء وبيلاقوا اتنين معاهم سلاح، فبتروح كوني تتكلم معاهم وتحاول تستدرجهم عشان تبيع لهم سلاح، وبيبقى الشابين ضخام جدا ومسميين نفسهم باسامي مستعاره، وبتسالهم كوني لو هما مشتركين في نادي الصيد، بس بيقولوا لها انهم بيتدربوا على حمل السلاح. وبتخرج كوني معاهم وبتقول لهم على الاسلحه اللي معاها، فبياخدوها للمعسكر بتاعهم واللي بيكون في مكان بعيد جدا في الصحراء، وبتبقى جوجو خايفه جدا انهم يطلعوا عصابه ويخطفوها، بس كوني بتكون واثقه جدا في اللي بتعمله وبتوعدها انها تحميها، فبتقول لجوجو انها ما توعدهاش عشان هي اصلا مش تعرف تحمي نفسها. وبيوصلوا لقائد المعسكر واللي اول ما بيشوفهم بيتريق عليهم وما بيرضاش ياخد منهم الاسلحه لانه شاكك فيهم، فبتتكلم مع جوجو واللي بتبقى متحدثه قويه جدا وبتقدر تبيع له الاسلحه بمبلغ كويس، وبتفرح جوجو جدا بنجاحها لدرجه انها بتروح وبتفضل ترقص في الشارع. وبيشوفها سايمون وكين وبيفضلوا سهرانين طول الليل مستنيينها تخرج عشان يمشي وراها. والصبح بتركب جوجو عربيتها وبتتحرك ناحيه المكان اللي بتجتمع فيه مع كوني واللي بيبقى مكان بعيد عن بيتهم زي ما تينا قالت لهم، وبتعدي جوجو من على بيت كوني وبتزمر لها وهي ماشيه، وما بياخدش سايمون وكين بالهم وبيفضلوا ماشيين ورا جوجو، وبتمشي كوني وراهم وما بيكونش حد عارف عن وجود التاني. وبتوصل جوجو للبيت الاول فبيضطر سايمون يلف بالعربيه عشان محدش ياخد باله، وبعدها بتوصل عربيه كوني للبيت، وعبال ما بيبقى سايمون بيركن عربيته بتكون كوني دخلت البيت وبيضطروا يستنوا تاني لحد ما يعرفوا مين شريك جوجو. وبتخرج كوني اخيرا واللي بتبقى بنفس المواصفات اللي مع كين وسايمون، فبيقرروا يراقبوها هي. وبترجع كوني بيتها وبتلاقي جوزها رجع، وبيستغرب لما بيلاقيها جددت البيت واشترت له تلفزيون جديد هديه، فبتقول له كوني انها سمعت كلامه ودورت على شغل تاني وانها دلوقتي بتشتغل في مجال المبيعات، فبيفرح ريك منها وبيفكرها نسيت موضوع الخلفه وبقت كويسه، لكن في الحقيقه بتكون كوني عندها ميعاد مع دكتور نسا لان بيبقى نفسها تخلف جدا، وبتقرر انها تعمل محاوله لاخر مره، واللي بتكون عمليه بيتم فيها تلقيح البويضات بشكل مباشر من خلال الحيوانات المنويه لجوزها، لكن كوني بتقرر انها تحقن بويضاتها من شخص تاني غير جوزها، فبيحذرها الدكتور وبيقولها ان لازم جوزها يعرف، فبتقول له كوني انها حياتها وجسمها وهي حره فيهم، وبتختار راجل رياضي وسيم وبتشتري حيواناته المنويه وبتكون مستنيه النتيجه، وفي المقابل بتدفع مبلغ ضخم جدا وما بتكونش مصدقه انها اضطرت تدفع كل المبلغ ده عشان تخلف، مع ان ناس تانيه بتخلف من غير اي حاجه وبتكون حزينه. وبيستمر سايمون وكين في مراقبه جوجو وكوني لحد ما بيجمعوا كل الادله وبيقرروا يقبضوا عليهم، وبتوصل عربيات الشرطه لبيت كل واحده فيهم وبتقبض على جوجو ومامتها وعلى كوني، وبتصدر الشرطه كل المنتجات اللي في بيتهم. وفي السجن بيتحقق مع مامه جوجو واللي بتقرر تتعاون معاهم وتقولهم على كل حاجه كانت شاكه فيها، وبيتحقق مع جوجو اللي بتنكر انها تعرف الموقع اصلا، لكن الشرطه بتبقى قدرت توصل لكل فيديوهاتها اللي بتسوق فيها للموقع فبتعترف بالحقيقه. اما كوني فبتكون اكتر واحده متهمه لانها العقل المدبر للجريمه، وبيقولها سايمون انها ممكن يتحكم عليها 40 سنه سجن، وبتتصدم كوني وبتنهار، فبينصحها كين انها تاجر محامي شاطر وبتبقى صعبانه عليه جدا. وفي السجن بتبقى كوني وجوجو مش شايفين اللي عملوه ده نصب واحتيال، لكنهم معترفين انها سرقه، وبتبقى الشرطه قدرت تتتبع مصدرهم في المكسيك، لكن خرسيه ومراته بيبقوا اختفوا تماما بعد ما سمعوا عن خبر القبض عليهم. وبيعرف موظف البريد اللي حصل لجوجو واللي بيبقى بيحبها، فبيقرر يدفع لها الكفاله بتاعتها، وبيتخلى ريك عن كوني وما بيرضاش يدفع لها الكفاله، فبتقرر انها تتطلق منه وتسيبه. وفي المحكمه بيبقى المحامي بتاع جوجو وكوني شاطر جدا وبيساعد في القضيه ان معظم الشركات اللي كوني نصبت عليهم موافقين ان اسمهم ينتشر، وبيقدر المحامي يقنع القاضي بتفاهه القضيه وان الشركه اللي اسستها كوني وجوجو شركه ناجحه، وبيقتنع القاضي وبيقرر يخفف الحكم، وبيتحكم على جوجو بكام يوم بس في السجن ودفع غرامه، اما جوني فبيتحكم عليها ب 11 شهر بس، وبيفرحوا جدا لانهم كانوا مفكرين ان هم هياخدوا مؤبد. وبتفتح جوجو شركتها الخاصه وبتتجوز من موظف البريد اللي بيحبها، وبتستنى كوني تقضي فترتها في السجن عشان تكون شركتها، وبتحمل كوني اخيرا زي ما كانت بتتمنى وبتقضي فترتها في السجن وهي مبسوطه جدا لانها قدرت تحقق كل اللي نفسها فيه، وبتستعد لحياه جديده وشغل قانوني وتربيه ابنها اللي جاي في الطريق. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هاكونا ماتاتا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.